في حلقة اليوم ما كاين غير الحب والحب، غادي نتكلم لكم على أعظم قصة حب لأعظم رجل وطأت رجليه للأرض. غادي نتكلم لكم على أعظم قصة حب لأعظم امرأة عرفها الإسلام، وكيفاش تحولت هاد العلاقة من حب وإعجاب إلى زواج مبارك كيشهد عليه الله وملائكته. في الحلقة ديال اليوم غادي نشارك معكم كيفاش بدأت هاد العلاقة ما بين الحبيبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدة نساء الجنة خديجة بنت خويلد، طبعا كيف ما طلبتوا مني. سلام سلام and welcome back to our channel. سلام عليك. صراحة لما كتقرأ سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كتحس بواحد شعور رائع ما يمكنش تحسبيه في شي سيرة نتاع شي خلق واحد اخر. وكنصيحة مني لكم، كنصحكم انكم تقرأوا نور اليقين حيث هو الوحيد اللي قريت صراحة على الحياة نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تخيلوا وانتم كتقرأوا السيرة نتاع الحبيب عليه الصلاة والسلام كتعلقوا بجميع التفاصيل ديال الاحداث ديال حياته. في هاد السيرة كاينة قصة حب استثنائية وعظيمة اللي شهد عليها الله، قصة حب ما شفتش بحالها الأرض وبما عليها وعمرها غادي تشوف بحالها. شو وقتكم لنبدأ؟ بلاتي وبلاتي ما تنسوش، قبل ما نبداو ما تنسونيش من اللايك إذا عجبكم المحتوى. دابا لنبدأ. كلنا سنعرفوا بلي أنه مولانا سبحانه وتعالى أنعم ورزق رسوله بعدة نعم عظيمة، ومن هذه النعم كانت حب خديجة له. فتخيلوا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان ديما تيقول رزقت حبها رزقت حبها، لدرجة أن حتى الزوجات ديالو واللي هما أمهات المؤمنين ولاو كيحسوا بالغيرة من خديجة على الرغم من أنها ماتت وعمره ما شافوها. واخ أجيو دابا نرجعوا بالماضي إلى العام 29 قبل الهجرة، وندخلوا مجموعين لعمق مكة المكرمة بالضبط في الأسواق ديالها وما بين التجار ديالها المشهورين اللي كانوا تيديو ويجيبوا في الهضرة ما بيناتهم على شاب يدعى بالصادق الأمين على الرغم من صغر السن ديالو، واللي كان منتشر الأخبار ديالو في جميع أرجاء مكة المكرمة، وباللي أنه أي واحد بغى يربح ويكسب في التجارة ديالو يستأجر هذا الصادق الأمين للعمل في التجارة ديالو، فكان كل شيء كيتسابق عليه باش يكسبه. وحنا كنتكلموا على التجارة والتجار، ضروري ندير واحد الوقفة خفيفة عند خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وندوي لكم عليها حيتاش هي بطلة هذه القصة الجميلة. سيدتنا خديجة كانت واحدة من كبار سيدات مكة وواحدة من كبار تاجرات قريش والجزيرة العربية بأجمعها، فكل شيء تيشهد لها في قريش على الخلق ديالها العظيم وعلى الحياء ديالها الذي لم يعرف له مثيل. المهم غادي يوصل الخبر لخديجة على هذا الصادق الأمين اللي انتشر خبره في مكة، وبدون تردد غادي تمشي تصيفط ليه باش يجي لعندها وتعرض عليه العمل معها، وغادي تخلصوا الدوبل على داكشي اللي تعرض عليه من قبل تجار قريش. وبعض الروايات يقولون أن أبو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام كان الوسيط ما بين خديجة بنت خويلد ومحمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. المهم سيدنا محمد غادي يوافق، سيدتنا خديجة غادي تكلفه بقيادة القافلة ديالها تجارية للشام، وصفتت معاه غلام سميته ميسرة، وهذا ميسرة كان بحال مثلا العين الثالثة ديال خديجة اللي كلفته بمساعدة رسول الله ويحضيه في كل شيء. ايوا وهنا في هذه الرحلة غادي توقع بزاف ديال الامور اللي ما كانش عادية وطبيعية اللي غادي يعودها ميسرة لخديجة من مرجع المكة. نمشيو خطوة بخطوة. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام غادي يخرج بقافلة خديجة من مكة للشام، ولما قربوا من الوصول للوجهة ديالهم فسيدنا محمد هي وبغى يرتاح من تحت واحد الشجرة او الظل نتاع واحد الشجرة اللي كانت قريبة من صومعة راهب من الرهبان. المهم نزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاح، وكان حدا هاد الشجرة واحد الراهب اللي كيعرف ميسرة ويسولو من هذا الرجل. قال ليه ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ميسرة ما فهمش وتعجب من هذا الكلام تاع هذا الراهب ويمشي مع رسول الله باش يكملوا الوجهة ديالهم. ثم غادي يبيح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام السلعة كاملها ديالو اللي خرج بها، أو بالأحرى ديال سيدتنا خديجة رضي الله عنها، واشترى ما أراد أن يشتري
ومن بعد غادي يرجع لمكة ومعاه ميسرة. فميسرة كانت تتبالي واحد الأمور غريبة، فكان ميسرة كيشوف لما تيكون الصهد كان تيشوف واحد زوج نتاع الملكين كيظللوا الحبيب من الشمس وهو غادي على البعير ديالو، وفي روايات أخرى أنه كان كيشوف غيمتين لما كيفرقوش الحبيب واللي كيحميوه من ضوء الشمس الحارق طوال الرحلة ديالهم. فاللهم صلي على من ظللته الغمامة. هاد ميسرة منين تلقات الرحلة ديالهم وهو كيشوف أمور غريبة بحال الغيمتين اللي قلت لكم لما فرقاتش النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث الراهب والخلق نتاع النبي العظيم اللي كان بسبب ديالو أي واحد كيقابله في هذه الرحلة كيحبه. وتيقول ميسرة لأنه المحبة نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وضعت في قلبي منذ أن ركبنا على القافلة. زائد على هذا كانت هذه أرباح تجارة عرفاتها سيدتنا خديجة رضي الله عنها، واللي كانوا أرباحها أضعاف ما حصلت عليه في تجارتها السابقة. فلما رجعوا لمكة مشى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام للدار ديال خديجة باش يبشرها بالنجاح نتاع التجارة ديالهم، ومن بعد غادي يمشي لدارو. ولكن ميسرة ما تفارقش مع سيدتنا خديجة حتى عود لها على كل شيء، فصرت بذلك وفرحات. في هذا الوقت كانت خديجة في العمر ديالها ما بين 35 و 40 سنة، بمعنى أنها كانت أكبر من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعشر سنوات على الأقل، وما كانتش متزوجة. ولما سمعت أشنو تيقول ميسرة حن قلبها وبغات الحبيب وزرع الله حب نبيه في القلب ديالها. فسيدتنا خديجة رضي الله عنها بغات تعرض عليه الزواج، ولكن قلنا بلي أنها كانت امرأة شديدة الحياء، فالخجل ديالها ما كانش تسمح لها باش أنها تفتتح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الموضوع، زعما تقول لي بغيت نتزوج بك. فشنو غادي دير؟ غادي تصيفط لي صاحبتها نفيسة وغادي تقول لها شنو كاين، وغادي تطلب منها باش تمشي تفتتح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمر حيت هي حشمانة. إيوا مشات نفيسة لعند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تقول لي يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال ما بيدي ما أتزوج به. فقالت لي فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والكفاءة ألا تجيب؟ فقال لها من هي؟ قالت لي خديجة. قال لها فكيف لي بذلك؟ قالت لي علي، بمعنى هي اللي غادي تتكلف بالموضوع. فقال فأنا أفعل. وصفتها خديجة رضي الله عنها لعمها باش يزوجها حيتاش باها أنا ذاك كان متوفي، ومشى رسول الله عليه الصلاة والسلام الأعمام ديالو باش يديهم لعم خديجة ويخطبوها منه. كتقول الروايات أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هو اللي مشى معاه باش يخطب خديجة من عمها. وقد ذكر ابن إسحاق أن مهر خديجة كان 20 جملا. وهنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام غادي تسالي الإقامة ديالو مع عمو أبي طالب، وغادي ينتقل باش يعيش بمنزل خديجة. فأصبح رسول الله هو اللي كيدير الأموال ديالها والتجارات ديالها لغنتهم. عاشوا حياة ما كانتش خالية من المشاق، ولكن الحب كان تيظللها والوفاء هو سمة الزوجين. فكيف ما شفتوا او لعرتوا ما وقفش عامل السن كون السيدة زعما خديجة رضي الله عنها انها اكبر منه ب 15 عام، ولا الفارق المادي ما بيناتهم. فهي كانت من اثرياء قريش في سبيل انهم يعيشوا حياة زوجية سعيدة لتوجه الله بالذرية الصالحة، وولدت معاه أربعة بنات وولدين. فزينب هي كبرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعد جات رقية، ومن بعد أم كلثوم، وآخر بناته كانت هي فاطمة الزهراء. ومن الأولاد ولدت ليه القاسم وعبد الله اللي كان يلقب بالطيب والطاهر وقد مات صغارا. ومن الجدير بالذكر أن جميع الأولاد نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا ولده إبراهيم، فهو كان من الجارية ديالو ماريا. غادي يستمر الزواج ديالهم 15 سنة حتى نزول الوحي على رسول الله. لحظة نزول جبريل على رسول الله حست خديجة باللي أنه أمرا ما أصاب رسول الله، ويتصفت ليه بعض من الرجال ديالها باش تطمئن عليه. فكانت صلة الحب ما بينهم شديدة لدرجة إذا أصيب أحدهم بشي مكروه كيشعر به الثاني ولو كان يبعد عنه بأميال. من بعد منزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جبريل أول مرة كان مختليا بخار حراء، فلجأ إلى خديجة خائفا وتيقول لها زملوني زملوني، بمعنى اخطوني اخطوني. فزملته وطمأنته حتى ذهب عنه الخوف.
الخوف وعاود ليها شنو وقع معاه. مالي يا خديجة؟ وقال لها كاع داكشي اللي وقع في الغار. وهو يقول لها لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب الحق. وغادي تديه لعند ابن عمها ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان تنصر في الجاهلية وكان كيكتب الكتاب العبراني وكان شيخ كبير قد عمي. وقالت لي خديجة اسمع من ابن أخيك. فقال لي ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر ما أري. فقال ليه ورقة هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. وآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله وآزرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله. فسيدتنا خديجة هي أول من أسلم من النساء وأول من آمنت من النساء وصدقت بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هي اللي ثبتاته وبشراته ووقفت بجنبه وخفت عليه لما كان كيصدوه الناس وكيكذبوه، فكانت فرجا من الله للنبي عليه الصلاة والسلام وسكنا له. فواحد المرة من المرات كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في دار خديجة وهو ينزل عليه جبريل، وكانت خديجة رضي الله عنها كتوجد للرسول طعام. وقبل ما تدخل على سيدنا محمد بداك الطعام كان قال ليه جبريل، قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله 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 جل وعلا سلم عليها وبشرها جبريل بيت من الجنة. فيا له من شعور عظيم لا يوصف شعرت به خديجة رضي الله عنها. وعن ابن عباس قال قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة ومرأة فرعون آسية. فسيدتنا خديجة رضي الله عنها هي خير نساء، كما أنها واحدة من نساء الأربع اللواتي بوأهن الله بأرفع المقامات. فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، كما أنه سبحان الله كان كيرتاح لسماع صوت كيشبه لصوتها وكيكرمها من باب حسن العهد بزوجته خديجة. فكانت سيدتنا خديجة عندها مكانة خاصة في قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانت من أحب نسائه إليه. فوقعت الغيرة منها في قلب عائشة رضي الله عنها على الرغم من أنها كانت متوفية. وفي ذلك روي الإمام مسلم في صحيحه ما غرت على نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأخضبته يوما فقلت خديجة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني قد رزقت حبها. فسيدنا محمد كانت يذكرها بزاف أمام الناس ومبالغته في التعظيم ديالها والثناء عليها ومدحها أمام الناس، وذلك لشرفها وقدرها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كان أنه يصل من يودها ويكرم صويحباتها. فأي حاجة جاية من سيدتنا خديجة رضي الله عنها سيدنا محمد كان مهلي فيها، وإذا ذكرها رق قلبه لها فاستغفر لها حتى يقطع عليه عارض. سيدتنا خديجة رضي الله عنها كانت كتميز بالعفة والطهارة، هاد جوج صفات أول ما يبرز من ملامح الشخصية نتاع سيدتنا خديجة. كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة في ظل مجتمع كان مليء بالفواحش والبغي، وهذا كيدل على أنها بلغت مبلغا من العفة والطهارة حتى لقبت بهذا اللقب، تماما كما كان لقب به سيدنا عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين في وسط واحد البيئة اللي قليل اللي كتلقى فيها رجالا متحليا بمثل هذه الصفات. فكان معروف عليها الحكمة والفطنة وكانت عاقلة، وكتمثل هذا الشيء في مواقف اللي تجلت فيها العقلانية ديالها والذكاء ديالها.
بحال مثلا السياسة ديالها في تيسير أمورها التجارية واختيار زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة عرض نفسها عليه بصورة كتحفظها وتعلي من شأنها، بالإضافة إلى كيفية استقبالها أمر الوحي وكيفاش تقبلته كحدث غير عادي بعيدا عن الأوهام، والبلاغة ديالها في الكلمات في تثبيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتخفيف عليه من الخوف دياله، ثم الحكمة ديالها في أخذه عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل والصبر على الأذى ونصرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة كانت عاقلة، ما تزعزعاتش الثقة ديالها بسيدنا محمد ولا بالدعوة دياله اللي كانت سبب الحقد بعض من أهله عليها وإيذائهما في تطليق بناتهما، ولكن كانت عاقبة الصبر ديالها ودعائها أن مولانا أن أبدلهما الله بأزواج أكثر خلقا وغنا، بلا ما نساو رضاؤها واحتسابها وتباتها في المحنة ديال الحصار ودعمها المستمر للإسلام والمسلمين. توفيت السيدة خديجة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بثلاث سنوات، وكانت قد بلغت من العمر حينها 65 سنة، وتدفنت في مقبرة الحجون. وقد دفنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنه ما صلاش عليها من حيتاش ما كانش صلاة الجنازة مشروعة آنذاك، وكان ذلك بعد وفاة عمه أبي طالب متقصيرة. فذكر الحاكم أنها توفيت من بعده بثلاثة أيام، وقيل بشهرين وخمسة أيام، فسمي ذاك العام بعام الحزن، وحيتاش كان فيه واحد تتابع من الأحزان على النبي عليه الصلاة والسلام بموت عمه ثم زوجته. كانت الوفاة ديالها مصيبة كبيرة بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملها بصبر وجأش راضيا بحكم الله سبحانه، ولقد حزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا كبيرا حتى خشي عليه ومكث فترة بعدها بلا زواج. ولكن ما سالتش قصة الحب العظيمة هذه بوفاة خديجة، ولكن قدروا نقولوا أنها زادت عما كانت. فما أصعب من يحب أن يفارق محبوبه. الحبيب كان كثير الذكر لها، كان كيذكرها في مواقفها في الشدة ديالو والثناء عليها، وكيمدحها من بعد ما ماتت قدام الزوجات ديالو. وفي ذلك تروي عائشة رضي الله عنها أنه كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فانهارت فتحت مكة والناس كانوا ملتفين حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقريش كلها جات إليه ليسامحها ويعفو عنها، فإذا به يرى سيدة عجوز قادمة من بعيد، فيترك الجميع ويقف معها كيكلمها، وغادي يخلع العباءة ديالو وغادي يوضعها على الأرض وغادي يجلس مع ديك العجوز على العباءة ديالو. فعائشة تسأل: من هذه التي أعطاها النبي وقته وحديثه واهتمامه كله؟ فيقول: هذه صاحبة خديجة. فتسأل: وفيما كنتم تتحدثون يا رسول الله؟ فقال: كنا نتحدث عن أيام خديجة. فغارت أمنا عائشة من الكلام اللي قالوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد موت السيدة خديجة بسنة كتجي امرأة من الصحابة للنبي وكتقول له: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ فيبكي النبي ويقول: وهل بعد خديجة أحد؟ فرضي الله عن سيدتنا خديجة بنت خويلد وجمعنا بها في جنات عرضها السماوات والأرض. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم اللي كنتمنى أنني نكون فدتكم بها وعرفتوا شي أمور ما كنتوش عارفينها. قصة في قمة الروعة، قصة للتأمل. إذا كان عندكم شي اقتراح في شي قصص واحدة أخرين، ما تنسوش أنكم تكتبوا لي في التعليق لتحت، وما عليا إلا نبحث ونجتهد ونجيب لكم جديد. ما تنسونيش دائما وأبدا لايك شير وكومنت، هادشي كيفرحني وكيشجعني باش أنني نزيد نعطي أكثر وأكثر. كدائما وأبدا شكرا لأنكم كتعطوا فرصة لهذا المحتوى باش يزيد القدام، كل فيديو كتبهروني فيه أكثر، شكرا لكم من القلب. كاين واحد النسبة تبارك الله كبيرة اللي كتفرج ومازال ما دارش أبوني، بغيت نعرف علاش، ولكن ماشي مشكل. المهم مرحبا بكم في أي وقت. سيغ سيغ غادي نقول لكم تهلاو في ريوسكم، نتلاقاو في الأيام الجاية إن شاء الله. سلام سلام.